طيب بالنسبة لكلمات الدرس الثالث والرابع، عندي number one addicted معناها مدمن. addicted ده دي adjective معناها مدمن، ولو جبت الفعل منها addict يعني يدمن. horrible horrible يعني رهيب أو شنيع. horrible headache جاي من head الرأس، وايك يعني ألم، فالاتنين مع بعض بيدوني صداع، تبقى اسمها headache. اسمها ايه؟ headache. هيدك. هادك بالظبط. بعد كده عندي سوشيال ميديا، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي بنقول عليها سوشيال ميديا. رافعة أو مقبض أو ذراع تشغيل، ليفر. اسمها إيه؟ ليفر. ليفر. يس. بعد كده عندي اكسبلور، يستكشف. اكسبلور يستكشف. أنا عندي في الكلمات هنا نمبر 1 بيقول لي people use a apps to talk to each other on the internet، يبقى طبعا people use هنقوله تالت واحدة اللي هي horrible. لا تبقى السوشيال ميديا. people use social media apps، اللي هي الابس اللي هي البرامج بتاعت السوشيال ميديا، to talk to each other، عشان يتكلموا مع بعض. scientists العلماء went to the island to، يبقى to ايه؟ to explore new places. to ايه؟ to explore اكسبلور. new places، عشان يستكشفوا أماكن جديدة. number 3 I saw a accident on the road، يبقى طبعا هنا هنقولهم I saw إيه؟ a horrible. أوروبا. I saw a horrible accident on the road. number 4 some young people، بعض الشباب always need to surf the internet، محتاجين إن هم يتصفحوا الإنترنت. they are to it، يبقى they are تبقى ايه؟ أديكت. addicted، مدمنين للايه؟ للانترنت. طيب يفحص او يتصفح check، او يبقى يتصفح او يفحص شخص check. share يعني يشارك، او مشاركة تنفع الاثنين، بس هنا معناها يشارك. expert خبير. allow يعني يسمح، وبعد اذنك يوسف اكتب لي جنب allow تو الفعل في المصدر، بيجي بعدها تو الفعل في المصدر، يعني مثلا ايه؟ I allow you مثلا to go out، I allow you to do مثلا to open your book and look at it. يبقى allow يعني يسمح. الوالدين parents. التخطيط planning، يلقي أو يسقط يعني drop. climate change اللي هو تغير المناخ. time traveler مسافر عبر الزمن. تايم ماشين آلة الزمن. سبيس اللي هو الفضاء. موديل نموذج. كوبي يعني ينسخ أو نسخة. سادنلي فجأة. بلانتس معناه كواكب. إلنس يعني مرض. أوكي اوكي. طيب بعد كده الصفحة اللي بعديها شو، اللي هي صفحة 32. شو تبقى showed shown، طبعا ده أفعال غير منتظمة. show showed shown اللي هو يوضح أو يبين. يؤلم hurt hurt hurt، مفيش تغيير في التصريف. sleep slept slept ينام. cost 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 يتكلف. send sent sent يرسل. understand understood understood اللي هو يفهم. عندي ممكن أو محتمل possible، وعكسها impossible مستحيل. south يعني جنوب، عكسها north اللي هو الشمال. pull يعني يسحب أو يجر، عكسها push. appear يظهر، عكسها disappear يختفي. عندي بقى addicted يعني مدمن. addicted يعني إيه؟ مدمن. liking something يعني like something so much that you want to do or have it all the time، يعني حاجة أنت عايز تعملها طول الوقت. always needing to do، دايما محتاج تعملها. or have something. disappear يعني يختفي. يعني إيه يختفي؟ suddenly go somewhere، فجأة تروح مكان and become impossible to find، ومحدش يلاقيك. explore يستكشف، to look around a place where you have never been، مكان أنت مرحتوش خالص. in order to find out what is there، عشان تشوف أو تكتشف إيه اللي موجود في المكان ده. headache قلنا يعني ألم. a pain inside your head.
horrible يعني رهيب أو شنيع، very bad أو not nice at all. lever a handle that you push يعني زي مقبض كده أنت بتزقه أو تشده to make a machine work عشان تشغل الآلة الرافعة أو المقبض. social media وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي websites and computer programs that allow people بتسمح للناس to communicate عشان يتواصلوا and share information ويشاركوا المعلومات on the internet using a computer or mobile phone. بيستخدموا طبعا الكمبيوتر أو الفون في وصول وسائل التواصل الاجتماعي. pull يعني يسحب أو يشد، to hold something and move it towards you by mistake عن طريق الخطأ أو صدفة يعني بالغلط، زي احنا بنقولها بالعامية كده بالغلط. something that you do or say حاجة انت بتعملها أو بتقولها without intending to من غير ما تكون قصدك يعني. impossible مستحيل، if an action or event is impossible لو حاجة مش ممكنة it cannot happen or be done يعني مش ممكن ان هي تحصل او ان احنا نعملها. اوكي يوسف، اوكي طيب هنقف هنا. We will stop here.